أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك، لو شئت يا ربي هوى صاروخه، أو لو أردت لما استطاع حراك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟